هذا وقد انطلقت في العاصمة السورية دمشق فعاليات معرض صنع في سوريا بمشاركة 96 تاجرا ليبيا وحضور وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة ومشاركة عربية واسعة. تنشيط الصادرات ومجلس أصحاب الأعمال الليبي في افتتاح معرض الصناعات السورية للملابس في مدينة دمشق الجمهورية السورية العربية، والذي شارك فيه أيضا العديد من تجار الملابس من ليبيا من كافة ربوع ليبيا. ويأتي هذا المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 شركة سورية في إنتاج الملابس منتج سوري بالكامل من الخامة إلى العمل اليد إلى التصميم.